السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسد ناتو الاحسن مصر ومن قبلها تونس. قال الناس لن تقوم ثورة بسوريا. هذا الشعب قد عانى 40 عاما تحت نظام أمني خبيث. الأخ يشك بأخيه والأخت بأختها. لم ولن تقوم سوريا. قالوها جميعا وبأصوات مرتفعة ونعتونا أنتم الجبناء وأنتم من لم تقوموا على هذا النظام. ولكن من الذي أقام هذا الشعب؟ إنه الله عز وجل بأيدي هؤلاء الأطفال. ومن جعل هذا الشعب يقوم فهو من سينصره. لا أمم متحدة ولا جامعة عربية. نريد حماية إلهية ربانية. الله أكبر. ماذا قاله الشعب وما سيقوله الشعب؟ إنها الشام ليست برخيصة. إن كان غيرها قد انتهى ب100 و200 فالشام ليست كذلك. والله الذي لا رب ولا معبود سواه كنا نعلم أن هذا العدد سيسقط بل وأكثر من هذا. ولكن إنها الشام الذي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. وهي الأرض المباركة. هي أرض المحشر والمنشر. ولذلك فإن نصر الله عز وجل قادم لا محالة. قادم لا محالة. آمين. كنا نقول إذا خرج الشعب فربما تنتصر الثورة. ثم قلنا بعد أن خرج إذا انتصرت الثورة. ولكننا الآن نقول ستنتصر الثورة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. إن الله عز وجل وعد عباده بالنصر. والله عز وجل لا يخلف وعده. ليس جامعة عربية تعطي المهلة ثم المهلة ثم تعطي المهلة لنفسها ثم تخير بشار مع أي المراقبين تريد. خذ 3 واختر واحدا منهم. هذا ما حصل. وهذا هو من اختاره وهو من يقوم بيمينا ويسارا. غيرت أسماء المدن. فحمص أصبحت مدينة أخرى. والقرية أصبحت مدينة الطوب. بالله عليكم مراقبين لا يحملون أجهزة تحديد مواقع. ألا يمكن أن نعتبر كل هذا تخاذلا من الجميع لنصرة هذه القضية؟ ولكنهم يعلمون أن نصرة سوريا وانتصار سوريا هو نصرة للأمة الإسلامية جمعاء. تكبير. إخواني الكرام حتى لا أطيل عليكم. إن الداخل معنوياتهم مرتفعة أكثر منا. الله أكبر. والله إننا نشعر بالخجل عندما نقف في ساحة كهذه والأمن والأمان يحيط بنا وهم يخرجون بساحة كهذه كذلك. ولكن قناصا من أعلى ودبابة من اليمين وشبيح حقير من اليسار. إن هؤلاء عندما خرجوا وهم يعلمون أنهم لن يعودوا. إنهم قبل أن يخرجوا والله العظيم حدثني الكثير منهم يصلون 2 ركعتين لله عز وجل لأنهم مؤمنون أن الشهادة ولا شيء غير الشهادة. والله إني قابلت من خرج من الداخل وهو بكامل صحته وسيعود بعد أيام. وعندما نصحته ألا يعود خوفا على نفسه فقال ما كنت أتوقع أن تقولها أنت وأنا ذاهب إلى الشهادة. فبالله عليكم أي شخص يتهرب من الشهادة ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. لا إله إلا الله
والشاهد حبيب الله لا اله الا الله والشاهد حبيب الله. اخواني الكرام، حتى لا اطيل عليكم، هو اغتصاب الاعراض امام الاعين. والله العظيم قال لي احدهم ممن دخل السجون وطبع فيها في هذه الاحداث: جلدوني وجلدوني وجلدوني فقط حتى اقول ان امي زانية. تكبير بالله عليكم، من يرضى بهذا؟ ان يهوديا شريفا لن يرضى بهذا، فما بالكم بالمسلمين. اخيرا، ان حضوركم هذا يعني للداخل شيئا كثيرا، وان الداخل ممتنون لجميع الشعوب العربيه والاسلاميه. فان كانت الجامعه والامم المتحده خذلتنا، فالله عز وجل ثم الشعوب وقفت معنا. نسال الله عز وجل ان يعجل بالنصر لاخواننا هناك، انه ولي ذلك والقادر عليه. الله اكبر.